انا شايفه ان الدستور الجديد ما بيحميش الحق في الصحه اكتر من كده، ما بيحميش حقنا او قدرتنا على ان احنا نعارض قوانين احنا عارفين انها بتجهز حاليا لخصخصه الصحه. الدستور الحالي لا يحمي حق المواطن الداخل في ازمه قلبيه او في حادثه، او المواطنه اللي في حاله ولاده قيصريه انها تجد مستشفى حكومي تقدم لها الخدمه مجانا حتى في وقت الطوارئ، حتى وهي بين الحياه والموت. انا هرجع خطوه لورا، اخر مسوده كانت وصلت لنا قبل اقرار الدستور عن الصحه كان في ماده 36 فيها بناء على طلبات كنا احنا رفعناها للجنة التأسيسية، يحظر حرمان اي شخص من العلاج الطبي دون اشتراك مقابل في حالات الطوارئ او الخطر على الحياة. الحالات دي دلوقتي في مستشفيات الحكومة بيطلب منها انها تسدد فلوس قبل ما تدخل عمليات او قبل ما تدخل عملية مركزة، تسدد 1000 أو 2000 جنيه. دي جريمة وده مش سقط سهم، انا بأكد النص ده كان موجود وتشال، يعني في نية لان تظل الاوضاع زي ما هي كده. عشان كلمة حق المواطن في الصحة تبقى حقيقية لازم أقول حق المواطن في الصحة تقدم للجميع بنفس المستوى بدون تمييز لأي سبب. في المادة 62 تلتزم الدولة بتوفير خدمات الرعاية الصحية والتأمين الصحي ويكون ذلك بالمجان لغير القدرية، يعني هيبقى عندي أكتر من نظام، علشان كده تشلت كلمة موحد. المشكلة لما يبقى بقول غير القدرين ليهم معاملة مميزة، وغير القادرين دول بالنسبة لتعريف اللي كان في مسودات قانون التأمين الصحي اللي بيعتمدوا على معاش الضمان الاجتماعي هو 100 جنيه أو 150 جنيه، أما أي عامل أو موظف مرتبه 500 جنيه 700 جنيه 1000 جنيه وبيعول أسرة من 4 في الزمن ده هما معتبرين قادر. تعالي لتكلفة علاج أورام، تعالي لتكلفة عملية قلب مفتوح، عمليات عمود فقري، عمليات مخ وأعصاب، قطاع كبير من الطبقة الوسطى هيبقى غير قادر تجاهها. وبالنسبة لأن النظام اتشال التزام الدولة بأن النظام موحد، فممكن يبقى التأمين الصحي بيغطي شرائح من الأمراض وما بيغطيش هذه الشرائح. المادة 62 كمان بتتكلم على أن تخصص الدولة نسبة كافية من الناتج القومي للصحة. نسبة كافية زي ما احنا عارفين كلام عام جدا، كافية وعادلة. احنا لما بنطعن ان النسبة المخصصة للصحة دلوقتي حوالي 4% والنسبة العالمية حوالي 15%، بيتقلنا دي النسبة الممكنة في النظام الحالي، فالنسبة كافية وعادلة بالنسبة لميزانية الدولة بحكم وجهة نظر القائمين على توزيع الميزانية، فكافية او عادلة ده كلام مطاط. الجملة دي قالوها في كل المواد، يعني مش بس في مادة الصحة، قالوها في التعليم وفي الزراعة وفي الصحة، في كل المواد قالوا تكفل الدولة نسبة كافية وخلاص ويسكت. في الحالة دي بقى لما يديني 4% هيقول لي هو ده الكافي، يديني 7% هو ده الكافي. لا، احنا بنقول لازم بالنسبة للصحة والتعليم على وجه الخصوص لازم ياخدوا حقهم العالمي المنصوص عليه في العالم كله. الدستور بهذه الكيفية يكفي لرفضه، وانا شخصيا ادعو الجميع الى رفض هذا الدستور لانه مش هيحقق رعاية صحية حقيقية للمواطن الفقير الغلبان.